يعني خلينا نذهب لخبر تاني. طيب، الحقيقة أنه في قانون مهم، هو قانون تأمين وحماية المنشآت العامة. هذا القانون وفق عليه في مجلس النواب بشكل نهائي. يعني لما تقرأ القانون ممكن تعدي كل القانون بشكل طبيعي، لكن أنا وقفت قدام مادتين الحقيقة. المادة الثانية اللي أخضعت جرائم السلع التموينية، المادة الثانية والمادة الرابعة، واحدة بتؤكد أو يعني بنص عليها القانون استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في مواجهة الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، والمادة أخرى بتتحدث عن أنه هذه الجرائم اللي هي الجرائم اللي لها علاقة بالسلع وتخزينها واحتكارها وكده تخضع لاختصاص القضاء العسكري، يعني هتكون محاكمة عسكرية. الحقيقة بس هناك عدد من الأسئلة حول هذا القانون. سيادة اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. سيادة اللواء، مساء الخير. سألوني يا أستاذ لمين. أهلا بك. يعني هنا أولا، هل هذا جديد؟ يعني هل هذا القانون بيتم تجديده، ولا هذا قانون كان موجود وتم تعديله؟ لأنه أنا عارفة أن مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة في تأمين المنشآت العامة ده كان بالفعل قانون موجود وبالفعل محتاجينه. هل في تعديلات بقى في هذا القانون؟ أستاذ رنين، في طبعا اشتراك القوات المسلحة مع الداخلية في منشآت في تأمين وحماية المنشآت الحيوية، يمكن القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ده صدر في 29 يناير 2013 عن طريق طبعا مجلس الشورى، ما كانش فيه مجلس نواب موجود أثناء حكم الإخوان. طبعا بعد كده صدر القانون رقم 136 لسنة 2014، والقانون ده كان بيخص بينص على ان القوات المسلحة تتعاون مع وزارة الداخلية في حماية المنشآت العامة والحيوية. يمكن القانون ده اثناء فترة التشريع الاول اتعرض على المجلس وكان مدته سنتين، احنا مديناه له 5 سنين، وبعد كده اتعرض في 2021 ويعني اصبح يعني ساري، مالوش مده محدده. وفي اطار القانونين دول رؤية ان هو يتعمل قانون واحد خاص بحمايه المنشات او تامين وحمايه المنشات والمرافق العامه والحيويه في الدوله، يتمشى مع مهمه القوات المسلحه في الدستور، وهو القانون اللي صدر يمكن طيب. امس. الجزء اللي له علاقه بحمايه المنشآت طبعا ده شيء مفهوم ولا خلاف عليه ومطلوب، وجزء نشكر القوات المسلحه على القيام بيه اصلا يعني، ولكن انا هقف عند الماده الثانيه والرابعه اللي يعني بتضيف مهام اخرى للقوات المسلحه وعبء جديد انها تواجه الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الاساسيه من سلع ومنتجات تموينيه. يعني تمام. لماذا تمت إضافة هذه المادة سيادة النائب، خاصة أنه أنت كده بتضيف عبء كبير جديد على القوات المسلحة أنها تروح تفتش على المخازن وعلى الـ بتوع السلع التموينية وكده؟ وده الحقيقة أولا عبء جديد إضافي، تاني حاجة عندنا جهات أخرى تقوم بذلك، ثالث حاجة بصراحة أنت بتضع القوات المسلحة في مواجهة الناس، في مواجهة الشعب، وإحنا مش عايزين نعمل ده. لا، هو طبعا القوات المسلحة مش في مواجهة الشعب، هذا لحرص الدولة طبعا على إن موضوع حجب السلع التموينية والسلع الاستراتيجية على المواطنين ده بيضر بالمواطنين، وبالتالي أكيد لابد من تدخل القوات المسلحة مع طب ما فيش شرطة يا فندم، ما فيش شرطة وفي جهات وفي وزارة ما التموين، شرطة في يعني الشرطة قادرة على تنفيذ ذلك؟ ما قلناش حاجة، يعني احنا بنقول معاونة الشرطة ومعاونة الأجهزة الرقابية في ضبط هذا الموضوع، واللي طبعا اللي بيعمل هذه الجرائم أو بيرتكبها
بيتعرض على القضاء العسكري، بيحاكم امام هل القضاء ده السلع العسكري. التموينيه فقط يا فندم ام بتتكلم على تخزين السلع عموما؟ لا احنا بنتكلم على يعني منظومه الامن الاستراتيجي للسلع الغذائيه الاساسيه على مستوى الجمهوريه. ايوه يعني فيما يتعلق بالسلع التموينيه كل السلع يعني، ولا السلع الاستراتيجيه اللي هم مثلا قمح وذره وزي يعني الحاجات الخمسه سته الاساسيه. السبع سلع اللي بيتقالوا عليهم السلع الاستراتيجيه هي دي المعنيه بهذا الموضوع فيما يخص عرضها على يعني القضاء العسكري. إذن ده هيجعل من لديه الضبطية القضائية من رجال القوات المسلحة بالتفتيش على المخازن ومحلات وشركات التخزين وتقديم من يعني تقديم المخطئ للمحاكمة العسكرية. تمام. من التجار يعني. تمام. شكرا سيادة اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.